طيب يعطيكم ألف عافية جميعا. اليوم يا جماعة محاضرتنا مهمة جدا، راح نختم فيها موضوع الأنظمة الرقمية والتحويلات بيناتهم. ضل علينا إحنا الهكساديسمال والأوكتل. المحاضرة الماضية أعطينا مقدمة عن الأوكتل والتحويل لباينري، ولا طبعا إحنا حولنا من أوكتل لباينري، وبرضو حولنا من برضو راح نراجعهم يعني إن شاء الله اليوم. وراح أعطيكم قاعدة عامة للتحويل من أي نظام رقمي لديسيمال، من أي نظام رقمي لديسيمال. هلا يا جماعة، بداية نفهم أول إشي شو يعني هكساديسيمال، ونفهم شو يعني أوكتل، وبعدين منروح لموضوع التحويل. هلا الهكساديسيمال زي ما انتم شايفين بالجدول اللي قدامنا هذا، كل هكساديسيمال ديجيت لها 16 احتمال، 16 احتمال. احتمالاتها من 0 ل 15، من 0 ل 15. لاحظوا بالديسيمال القيم من 10 ل 15 ما بقدر احطها انا بشكلها بالديسيمال، عشانها فعليا بتمثل 2 ديجيتس راح تكون. فبالتالي طلعنا بموضوع اللترز، الالفابيتيكال لترز اللي مشان يمثلوا لي هاي الارقام. فعندي مثلا ال10 بيمثلها ال A، وال11 بيمثلها ال B، وال12 بيمثلها ال C، لحد ال15 بيمثلها ال F، رمز ال F. طيب هلا كل هكساديسيمال ديجيت يعادلها او لازم يعادلها برايكم كم باينري بت؟ أربعة دكتور. أربعة. طيب مين، طيب ليش أربعة؟ ليش أربعة يا إبراهيم؟ لأنه الواحد والاثنين والأربعة والثمانية ومجموعهم 15. ممتاز إبراهيم. ليش يا جماعة؟ عشان إحنا زي ما حكينا الهكساديسيمال ديجيت تتراوح قيمتها من 0 ل 15. هلا مشان امثل ال 15 اللي هي اكبر احتمال، اكبر قيمه، بدي على الاقل 4 باينري بيتس، بدي على الاقل 4 باينري بيتس، وراح تكون قيمهم 1 1 1 1. واضح؟ مشان هيك انا بحتاج ل 4 باينري بيتس مشان تمثل لي كل 1 هكساديسيمال ديجيت. طيب هلا بالنسبه للتمثيل، هذول الارقام هيهم، لاحظوا الصفر تمثيلها 0000، ال1 0001، ال6 مثلا 0110. طبعا هذول كيف عرفناهم؟ عرفناهم من خط الاعداد اللي اخذناه المره الماضيه لما كنا نحول من باينري الى ديسيمال، مزبوط؟ لما اخذنا 1 2 4 8، تمام؟ فمثلا زي ال15 اللي هي الاف، هيها 8 و4 و2 و1 اللي هم مجموعهم 15. هذول هلا يا جماعه الجدول هذا انا ممكن مع الممارسه لازم ايش؟ اصير حافظه. لازم اكون حافظه، يعني اكون عارف انه خلص الاف مثلا بيمثلها 1111. الاي هي ال10 تعادل ال10 بالديسيمال، ال10 اذا ايش بالباينري؟ هي 1010 from left to right. واضح؟ طيب هلا مين بيحكي لي الاوكتل ديجيت؟ الاوكتل ديجيت اول شيء شو احتمالاتها وكم باينري بت بحتاج مشان امثل ال1 اوكتل ديجيت؟ من 0 ل 7 ونحتاج 3. من 0 ل 7 وبحتاج ل 3 بتس بنفس الطريقه، لانه انا اللي اكبر قيمه ممكن الى ديجيت بالاوكتل بالنظام الثماني هي 7، ومشان امثل ال7 باينري بحتاج على الاقل لايش؟ ل 3 باينري بيتس. وهذا برضه هون موجود عندنا بالسلايدات الجدول اللي بيمثل لي الاوكتل. هاي لاحظوا الاوكتل فاليو من 0 ل 7، وهي تمثيل كل اوكتل ديجيت باستخدام ال 3 باينري بيتس. واضح؟ مثلا زي السبعه 111، السته 110، وهكذا. حلو لحد الان؟ طيب هلا نيجي نروح ل نحل أسئلة. نيجي نحل أسئلة. أول إشي يا جماعة، في عندي قاعدة عامة للتحويل من أي نظام، سواء
ثنائي أو ثماني أو 16 مشان أحولهم لاحظ هاي القاعدة one way مشان أحولهم لإيش؟ عشري لعشري لديسيمال. طيب شو القاعدة هاي؟ شو القاعدة هاي؟ هاي القاعدة اسمها البوزيشنال نوتيشن. البوزيشنال نوتيشن هكون دكتور اخذناها بالديسكريت نفسها. ممتاز ممتاز. نيجي هلا مشان نتذكرها سوا. هسا هل دائما لازم استخدم البوزيشنال نوتيشن للتحويل؟ لا مش بالضروره، ممكن نستخدم طريقه ثانيه وراح نتعلمها برضو. تمام. البوزيشنال نوتيشن يا جماعه باختصار شو بتحكي لي؟ ناخذ امثله ونطبق عليها. ناخذ امثله ونطبق عليها. نبلش مثلا ب 101.11. نبلش بالباينري. طبعا الباينري تعلمنا المحاضرات الماضيه كيف نحوله لديسيمال. البوزيشنال نوتيشن شو بتحكي لي؟ انا في عندي لكل ديجيت في عندي بوزيشن. البوزيشن على شمال الفاصل العشريه يبدا من صفر، بعدين بصير 1 2 3 وهكذا، وعلى يمين الفاصل العشريه يبدا من ناقص 1 بعدين ناقص 2 وبقى ناقص 3 وهكذا، برضه ناقص 4 ناقص 5 وهكذا. لما بدي احول لعشري بتطلع على البيس او النظام اللي بحول منه، اللي بدي احول منه. باجي ببدا بدايه من اول بت على شمال الفاصل العشري اللي هي هاي 1، بقول هاي البت او قيمتها ضرب البيس تبع الرقم اللي بدي احول منه اللي هو 2 قوه ايش؟ قوه البوزيشن تبعه اللي هو 0. بجمعه مع البقيه. هلا عندي هون صفر، الصفر ضرب اي شيء صفر فما لها قيمه، فما ماليش دخل فيها بتركها. بنتقل للواحد، هاي هاي 1 ضرب 2 قوه ايش؟ 2 قوه 2 اللي هي البوزيشن تبعها. تمام. هيك بكون خلصت الانتجرال بارت. هلا بروح للفراكشن. عندي هون 1 ضرب ايش؟ 2 قوه سالب 1، 2 قوه ناقص 1 زائد برضو عندي هون 1 ضرب 2 سالب 2 قوه ناقص 2. لما اجمع الارقام هذول شو راح يطلع عندي؟ لاحظوا 1 ضرب 2 قوه 0 اللي هي 1، طبعا اي شيء قوه 0 بيكون 1، فهذا 1 ضرب 1 راح يكون 1 زائد 1 ضرب 2 قوه 2 اللي هي 4، اذا 5 بوينت. عندي هون 1 ضرب 2 قوه ناقص 1 اللي هي نص، زائد 1 ضرب 2 قوه ناقص 2 اللي هي ربع، 1 على 4، اذا نص زائد ربع 75%، اذا هاي 75%، وهيك بكون حولت لنظام عشري. بنفس الطريقه يا جماعه، فرضا اعطيتك رقم اوكتل، اعطيتك مثلا 5.4، هذا اوكتل، حكيت لك اننا نحوله لنظام عشري. يلا بدنا نستخدم نفس الطريقه. هلا الثلاث ايش البوزيشن تبعها؟ زيرو. الخمسه ايش البوزيشن تبعها؟ واحد. الاربعه ايش البوزيشن تبعها؟ واحد. ممتازين. يلا نحول. بنبلش قلنا اللي اول بت على شمال الفاصل العشري، اول ديجيت سوري على شمال الفاصل العشري، 3 ضرب ايش؟
8 0 يعيني عليك وبضرب دائما بالبيس اللي للرقم اللي بدي احول منه لديسيمال. اذا ضرب 8 هو 0 زائد 5 ضرب ايش؟ 5 ضرب 8 قوة 8 قوة 1 ضرب 8 قوة 1 زائد ايش؟ 4 ضرب 8 4 ضرب 8 قوة ناقص 1. شو هذا الجواب راح يطلع عندي بالديسيمال؟ لاحظوا عندي هون 3 ضرب 8 قوة 0 اللي هي 1 اذا 3 زائد 5 في 8 اللي هي 40 اذا 43 ونص بوينت 4 ضرب 8 قوة ناقص 1 اللي هي 4 8 اللي هي نص. اذا هيك بكون برضو حولت من اوكتال لايش؟ لديسيمال. اخر مثال ناخذه مثلا حكيت لك بسم الله الرحمن الرحيم 5 point point 8 هذا هكساديسيمال بدي احوله لايش؟ ديسيمال. لديسيمال يلا الايش والبوزيشن تبعها 10 والخمسه 1 والثمانيه 3 بنفس الطريقه الايش وقيمتها حكينا بترمز لاي رقم 10 10 ممتازين اذا 10 16 قوه 0 16 اللي هي البيس اللي بدي احول منه قوه 0 زائد 5 5 16 قوه 1 ضرب 16 قوه 1 زائد زائد 8 8 ضرب 16 قوة ناقص 1 اللي هي نص. ايش بيساوي هذا الحكي؟ 10 ضرب 16 قوة 0 اللي هي 10 زائد 5 ضرب 16 اللي هي 80 اذا هاي 90 81 ونص هي 91 ونص بوينت نص 8 ضرب 16 قوة ناقص 1 اللي هي 8 على 16 وبالتالي هي نص. اذا هيك برضو حولنا لايش؟ لنظام عشري. حلو الكلام. هلا يا جماعه هل دائما مريح لي اني استخدم هذا القانون؟ فرضا وانا لاحظوا بالامتحانات السابقه احنا ما كنا نسمح باستخدام الاله الحاسبه. هسا فرضا لو عندك القيمه هاي لو عندك A B F 1.35 مثلا هلا هذا الرقم هكساديسيمال بدي احوله لديسيمال بدي احوله لديسيمال برايكم البوزيشن نوتيشن راح تسهل علي ولا راح تصعب؟ صعب راح تكون ممكن شوي صعبه عشان بدي اعمل A هذا البوزيشن تبعها 0 1 2 3 فراح تكون 10 ضرب 16 قوة 3 16 قوة 3 أنا مشان أوجدها ممكن أستصعبها شوي. طب مين بعطيني خيار ثاني للتحويل لا ديسيمال غير طريقة البوزيشنال نوتيشن؟ أحوله لثنائي أحوله لثنائي وبعدين ممتازة ممتازة على ما أعتقد ديما اللي جاوبت حكت ديما بحوله لباينري. إذا دائما ممكن أنا أستخدم الباينري كخطوة وسطية للتحويل من أي نظام لأي نظام آخر سواء من ديسيمال لأوكتل أو من ديسيمال لهكسا ديسيمال أو العكس. حلو؟ من هكسا ديسيمال لديسيمال أو من هكسا ديسيمال لأوكتل والعكس. إذن التحويلات بيناتهم كلياتهم ممكن أستخدم لها الباينري كخطوة وسطية. لاحظوا يا جماعة بس مشان ما نخربط كمان مرة البوزيشنال نوتيشن هي لتحويل الرقم من أي نظام إلى النظام العشري وليس العكس وليس العكس وتذكروا هاي النقطة. طيب خلينا هلأ نأخذ التحويل نأخذ الباينري كخطوة وسطية في حدا عنده أي سؤال قبل ما أنتقل على البوزيشنال نوتيشن على الطريقة هاي؟ تمام الأمور عند الجميع؟ طيب طيب ننتقل ل خلينا ننتقل هاي هيك يعني بدي اشطبهم هدول
هلا يا جماعة في عندي هذا الرقم 8، خلينا نحوله باستخدام الطريقة الثانية اللي هي نستخدم الباينري ك as an intermediate step، كخطوة وسطية. نأخذ الفايف، هاي الفايف الثري، point four، هذا الرقم 8 أنا بدي أحوله لإيش؟ لعشري. حكينا شو هلا بدنا نستخدم؟ بدنا نستخدم الباينري كخطوة وسطية، وبعدين من الباينري نحول لديسيمال. يلا هلا الـ 53.4 شو حكينا لكم هلا؟ كل أوكتال ديجيت كم باينري بدك مثلها؟ يعني عليكم يعني عليكم ممتازين. طيب ببساطة الثلاث إيش بيمثل؟ هاي بنحط دائما بنبدأ من الفاصل العشري. الثلاث 1 1 0 إذا قرأنا من from right to left. والفايف 1 0 1 1 0 1. الفور 1 0 0 1 0 0. يا عيني عليكم. هلا أنا لما أحول لباينري، هاي حولت لباينري، بصير سهل علي إني أحول لا ديسيمال بالطريقة اللي تعلمناها، أو بطريقة هذا هون اللي تعلمناها، أو بطريقة نظام الأعداد اللي أعطيتكم إياه المرة الماضية. أنا يا جماعة حكينا إنه مشان يصير حلي سريع لازم مضاعفات الاثنين أكون حافظها بصم، زي ما أعرف واحد زائد واحد. هلا هون مباشرة أنا ممكن أقول إنها هاي واحد بيمثلها واحد، هاي اثنين، أربعة، هاي ثمانية، أنا بيهمني بس الواحدات عشان الزيروز ما إلهم قيمة، وهاي 16 وهاي 32 صح؟ وبالمقابل هاي عندي النص. إذا شو راح يكون الجواب؟ 32 زائد 8 40 زائد 2 زائد 1 اللي هو 43. إذا بيكون عندي هون 43 بوينت إيش؟ نص بوينت نص بوينت 5 سوري زائد نص اللي هي بوينت 5. إذا هيك بكون حولت، لاحظوا، من أوكتل استخدمت الخطوة الوسطية بدل ما أحول بشكل مباشر باستخدام البوزيشنال نوتيشن. نأخذ مثال الهكساديسيمال اللي هو الـ 5A 0.8، هذا 16 بدي أحوله ل 10. بنفس الطريقة بدنا نحول لباينري كخطوة وسطية، ممكن تكون أسهل علينا، وبعدين نحول من الباينري للديسيمال. يلا يا جماعة هذا هيكساديسيمال، الهيكساديسيمال ديجيت كم باينري بت بتمثلها؟ أربعة. ممتازين. إذا منبلش من الدوت، منحط الدوت هون، الإيش شو قيمتها؟ 0 10 10، اللي هي إيش بالباينري؟ 1 0 1 0 1 0 1 0. ممتازين. والخمسة إيش؟ الخمسة 1 0 1 0 1 0 1 0 1. تمام. الثمانية إيش قيمتها؟ الثمانية 1 0 0 0 1 0 0 0. وهيك بكون حولت هاي القيمة لباينري. هلا بصفي بدي أحول من باينري لديسيمال زي ما تعلمنا سابقا. برضو هون بإمكاني بعرف مضاعفات الاثنين بدون خط الأعداد، زي بكتب خط الأعداد بس بطريقة مباشرة. هاي عندي واحد، هاي عندي اثنين، الأربعة صفر، هون ثمانية، وهون 16 64، هون 32 ما بدي إياها، هون عندي إيش؟ 64. تمام؟ فشو صافة عندي؟ 64 و16 80 88 و2 90. إذن هاي منحط 90. تمام؟ وعندي هنا هاي اللي هنا، هاي اللي هي ايش؟ نص. نص صح؟ اللي هي 2 قوة ناقص 1، 2 قوة ناقص 1 اللي هي نص. اذا 0.5. وهاي برضو حولنا هذا زي ما طلع معنا الجواب هون، هاي طلع معنا الجواب هون. هلا الطريقة اللي بدك تستخدمها انت it's up to you، انا ما بلزمك باي طريقة، الطريقة اللي بدك اياها استخدمها. احيانا
بتكون البوزيشنال نوتيشن بتعطيني جواب اسرع. واحب احيان اخرى لا، الموضوع ممكن يكون يعقد، البوزيشنال نوتيشن تعقد حلي، فشو بالتالي الافضل اني استخدم الباينري كانترميديت ستيب. حلو الكلام. طيب هلا ناخذ العكس، هلا هينا هيك انتهينا من تحويل كل شيء لديسيمال، هلا صفى بدنا نحول من ديسيمال لأوكتل ومن ديسيمال لهكسا ديسيمال. نشوف نشوف نيجي نشطب هذا كله ونروح لا نبلش بمثال أوكتل من نحوله، نبلش بمثال سوري ديسيمال من نحوله لأوكتل، ومن نحوله برضو نفسه نحوله لهكسا ديسيمال. عندي فرضا عندي 64.4 هذا نظام عشري، بدي أحوله يا جماعة، بدي أحوله لأوكتل و هكساديسيمال. سوري. أول إشي ممكن أعمله، احكوا لي أنتوا، أو بديش الأربعة، بديش الأربعة، بدنا نأخذ مثال يكون مشان يكون واضح. بدي أخذ بسم الله الرحمن الرحيم، بدي أخذ نص 64.5. أول طريقة برأيكم نستخدمها إيش؟ بقسم النظام اللي بدي أحول إله. إيش؟ بقسم حسب النظام اللي بدي أحول إله. في ديمة حمدان، تفضل يا ديمة. يعني بقسم العدد اللي هو 64.5 حسب النظام اللي بدي أحول إله، يعني هون بقسمه على 8. طيب ممتاز يا ديمة. هلا في ديمة حمدان، بس ديمة حمدان مش سامعيتني انت. ديمة اللي حكيتي انت ديمة حمدان؟ اه انت شابكة بشغلتين صح؟ اه طيب مش مشكلة. هلا زي ما حكت ديمة متذكرين احنا لما حولنا من ديسيمال لباينري كنا اذا متذكرين نقسم الانتجرال بارت، الانتجرال بارت هذا كنا نقسمه، نضلينا نقسمه على 2 عبين ما نوصل لصفر صح؟ وبالمقابل الفراكشنال بارت كنا نضربه ب2 مظبوط. طيب هون يا جماعة إذا ببساطة إذا بدي أحول لثماني بدل ما أقسم على 2 وأضرب ب2 بقسم على 8 وبضرب ب8، وبدل بدي أحول لنظام هكساديسيمال برضو بدل ما أقسم على 2 وأضرب ب2 بقسم على 16 الانتجرال بارت وبضرب ب16 للفراكشنال بارت. طب خلينا نجرب هذا الإشي، بس شو رأيكو قبل هيك ليش ما ناخذ، ما حدا منكم قال لي طب في طريقه ثانيه يا جماعه، مين في طريقه ثانيه يحكي لي اياها؟ نحول باينري بعدين ممتاز نحول خمسه زت. شو اسمك؟ ايفون. خلف العنزي. خلف يا حبيبي، المره الجايه تدخل باسمك ان شاء الله. ماشي حبيبي زي ما تفضل خلف. احنا ممكن نحول زي ما حكينا نستخدم الباينري، مش قلت لكم قبل شوي انا ممكن دائما استخدم الباينري كخطوه وسطيه للتحويل بين الانظمه الرقميه. فخلينا بدايه نحول لباينري وبعدين نحول للنظام اللي بدنا نحول عليه. يلا يا جماعه نفس الشيء دائما هون، هسه هذا 64. طيب ال 64 كيف بدي احولها؟ هاي ديسيمال بدي احولها لباينري، كيف بحولها لباينري؟ ممكن استخدم خط الاعداد زي ما تعلمنا المره الماضيه 2 هي صح. وممكن لما انا اكون حافظ الباور ممكن يكون الموضوع سهل علي، بقول ال64 هي 2 قوه ايش؟ قوه 6. 2 قوه 6 يا
إذا عندي البوزيشن 6 بحط 1 وفي قدامها راح يكون 6 صفار ببساطة بهيني بدون ما استخدم خط الأعداد. هلا خط الأعداد مش حكينا إنه هاي هون 1 2 4 8 16 32 64 أنا إجيت بدي أحول بدي أحط هون 1 هاي خل غطيت مش أكبر قيمة هون أقل أو تساوي القيمة اللي بدي أمثلها هيها 64 بتساويها وراح يكون 0 0 0 0 0 0. أنا بدون خط الأعداد خلص لما أصير أحل بصير سهل علي مباشرة إني أحط النص هاي اللي هي إيش؟ 2.7 واحد قوة ناقص واحد هيها هاي مش هون قلنا الدوت وهون عندي النص عند النص بحط واحد أنا عندي بدي أمثل النص برضو بطلع هون صح كنا حاطين نص وربع وهكذا مزبوط أنا بطلع على الأرقام هاي اللي عندي أكبر قيمة أقل أو تساوي القيمة اللي بدي أمثلها اللي هي نص اللي هي هيها فباجي بحط عندها واحد وهيني مثلته مباشرة حلو الكلام؟ هلا هاي الخطوة الوسطية حولت أنا لباينري هلا يا جماعة بدي أحول لأوكتل بداية مشان أحول لأوكتل شو بعمل؟ ببدأ من الفاصل العشر ثلاثات صح؟ شو بدي أعمل جروبينج لإيش؟ ثلاثات لثلاثات ممتاز إذن هاي بنعمل هاي الثلاث وهاي الثلاث وهنا عندي بس واحد بضيف له صفرين حط له صفرين بضيف له صفرين وهون عندي بالمقابل على يمين الفاصل العشري عندي واحد بس بضيف له لاحظوا لازم أضيف له ما ضفت له جوابي بطلع غلط يلا يا جماعة نبلش اللي على شمال الفاصل العشري هذا شو عندي صفر 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 واحد بوينت إيش أربعة أربعة ممتازين إذن هاي واحد صفر صفر بوينت فور بالنسبة للستاش قسمهم أربعات بدي أربعات. أعمل جروبينج لأربعات هاي بدي أعملها فوق هاي أربعة وهاي أربعة وهون صفى عندي صفر ما إله داعي تمام وبالمقابل هون لازم أضيف صفر لازم أضيف صفر مشان يكون في عندي جروب consisting of four binary bits فيلا هذا شو راح يكون صفر صفر وهذا شو راح يكون أربعة أربعة وهذا بالمقابل شو راح يكون ثمانية ثمانية إذن راح يكون عندي الجواب هون أربعة صفر point eight هاي الطريقة اللي بنستخدم فيها الباينري as an intermediate step كخطوة وسطية كخطوة وسطية طب هسه زي ما حكى ديما بلكي أنا عندي إشي سهل زي هيك بديش أستخدم الباينري كخطوة وسطية أنا بدي أعمل مباشرة نفس العملية هسه الطريقة اللي بدي أعطيك إياها الثانية هل دائما بقدر استخدمها؟ لا ممكن احيانا تعقد علي ممكن احيانا تعقد علي بس يعني مثلا لو اعطيك 515 الافضل انك تستخدم الباينري كخطوه وسطيه نشوف الطريقه الثانيه وبعدين انت بتقرر ونشوف حسب الرقم شو الافضل ان نستخدمه نيجي مثلا لهذا الرقم ال64 قلنا الانتجرال بارت بناخذه لحال والفراكشنال بارت بناخذه لحال انا يا جماعه بدي احول لثماني بما اني بدي احول لثماني بدي اقسم على ايش ثمانية. على ثمانية انا بدي احول لباينري كنت اقسم على اثنين هنا بدي اقسم على ايش على ثمانية وبنفس الطريقه بخزن الجواب والريميندر تمام يلا 64 تقسيم 8 شو الجواب 8 والباقي صفر 8 والباقي 0 8 تقسيم 8 ايش 1 والباقي 0 1 والباقي 0 طب 1 تقسيم 8 0 والباقي 1 0 والباقي 1 ممتازين اذا هاي بتكون الليست سيجنيفيكانت ديجيت اذا هاي بتكون هنا 0 0 1
هاي الجواب اللي طلع معنا هون مظبوط. طيب بالمقابل بالمقابل الفراكشنال بارت شو بدي اعمل فيه؟ اضرب ب8 بدي ايش؟ اضرب ب8 بدي اضربه ب8. ممتاز ابراهيم. يلا البوينت 5 النص ضرب 8 شو بالجواب؟ ربعين نص فائر نص ضرب 8 نص 8 4.4 مش 0.4 يا مش 0.4 4.0 صح؟ نص صحيح صحيح نص ضرب 8 يا جماعة. إذا 4 والفراكشن اللي صفى عندي 0.0 إذا خلص انتهيت أنا لما وصل 0 بكون انتهيت. إذا هيو 100.4 واضح؟ لاحظوا إشي زي هيك سهل إني أستخدم هاي الطريقة إله. بس فرضا لو جبت لك رقم 515 هل 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 مين أسهل لك؟ نستخدم هاي الطريقة ولا نستخدم الباينري كخطوة وسطية؟ لا الباينري أكيد نستخدم الباينري كخطوة وسطية بيكون أفضل. نفس الشيء هنا إذا قلنا نستخدم الهكساديسيمال أو بجوز عشان نتبقى معنا إحنا دقيقة ودقيقة ونص لنهاية المحاضرة ممكن خلينا نروح ل سيشن ثاني خلينا ننهي هذا السيشن ونرجع مشان نكمل شو اللي ضل علينا نحول بهاي الطريقة من ديسيمال لهكساديسيمال وبعدين ضل علينا برضو نحول من هكساديسيمال لأكتل وبالعكس حلو مشان إن شاء الله هيك نكون أنهينا موضوع النمبرينج سيستمز والتحويل بيناتهم. فخلينا ننهي يا جماعة هذا السيشن ومباشرة بالله لا تتأخروا نشبك على سيشن جديد بنفس الرابط ونفس الباسورد إن شاء الله. تمام؟ تمام يلا.